الأهلي، ده فيما يتعلق بأحمد فتحي. كمان في تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى النادي الأهلي مع مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وكان من خلال الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. تدريبات كانت قوية جدا بالنسبة لهم، والكل في الحقيقة جاهز للمباراة المقبلة في ميعاد الإصابات اللي احنا اتكلمنا فيها، بالإضافة كمان لرمضان صبحي اللي لسه مش جاهز لمباراة بيراميدز، وهيتم تجهيزه لمباراة طلائع الجيش بإذن الله اللي هتلي مباشرة مباراة بيراميدز يوم 10 من الشهر الجاري. نتمنى في الحقيقه عوده كل اللاعبين، وعلى راسهم طبعا رمضان صبحي لانه لاعب مهم جدا في صفوف النادي الاهلي، خصوصا في ظل المرحله الهامه القادمه اللي بتتضمن عدد كبير جدا من المباريات في شهر فبراير الحالي، ومباريات كلها مصريه. انت عندك مباريات مصريه في بطوله الدوري من خلال مواجهه مثلا بيراميدز الجيش المصري، ولو واجهت الزمالك في يوم 24 دي مواجهات الدوري الحاسمه لان كلها فرق كبيره، ولو تخطيت هذه الفرق يبقى انت خلاص كده يعني قطعت شوط بنسبه 80% خلاص يعني، دي حقيقه. لكن في نفس الوقت بالتحديد في بطوله الدوري، لكن ايضا كمان عندك تحدي اخر وهو تحدي مباراه السوبر مع الزمالك يوم 20 في ابو ظبي باذن الله، وعندك كمان مباراه الذهاب اللي هتبقى في القاهره مع احدى الفرق اللي هيتم طبعا القرعه الاستقرار عليها مع الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في دور الثمانيه، او عفوا دور ربع النهائي دور الثمانيه يعني، وان شاء الله الاهلي يكون موفق ايا كان هيقابل مين. فكلها تحديات مهمه. انا عايز اروح سريعا لفاروق صلاح. فاروق صلاح مراسلنا في قناه الاهلي وكان متواجد في مران اليوم عشان يقول لنا اخر الاخبار والكواليس اللي متعلقه بمران الاهلي النهارده. فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه بتاع قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبارك يا فاروق كويس؟ كله زي الفل يا امير. طمنا على الفريق. سريعا يا امير، انت عارف ان قدر النادي الاهلي على مدار تاريخه ان انا سريعا بقفل صفحه وابدا في صفحه جديده وابدا في بطوله جديده. اكيد. بعد الصعود لدور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا طوى النادي الاهلي الصفحه وبدا صفحه جديده استكمال المشوار المحلي. عندنا مرحله صعبه يا امير، انت عارف ماتشات كلها متلاحقه ورا بعض، ويعني بيراميدز ثم طلائع الجيش ثم المصري ثم الزمالك، مرحله صعبه جدا، وده دي تقدر تقول ان هي الطبيعي بتاع مشوار النادي الاهلي يعني دايما. لا صوت يعني فوق صوت مباراه بيراميدز واهميتها، ومستر ريني فايلر يعني النهارده في المباراه حريص مع اللاعبين على اكمال مسيره الاهلي في الدوري والاداء الجيد والمسيره نحو الدرع رقم 42. انطلق المراني امير النهارده ب يعني محاضره من مستر ريني فايلر للاعبين في منتصف الملعب، ثم الشق البدني مع مستر توماس اللي اداه معظم اللاعبين يعني كل اللاعبين ادوه بشكل اكثر من رائع، قسموا المجموعتين، ثم التقسيمه اللي كانت ما بين الفريقين يعني عايز اشيد بمجموعه من اللاعبين وتاخد منها شويه ملامح برضو امير خلال الفتره القادمه. اتفضل. يعني شايف تألق من ايمن اشرف، وايمن اشرف يعني واحد من اللعيبه اللي دايما النادي الاهلي وقت ما بيحتاجه في اي مركز بيلاقيه. انا عايز اشيد بايمن اشرف ومجهوده والروح اللي عند ايمن اشرف. ايضا في من الامور اللي تلفت النظر يا امير الانسجام اللي ما بين جونيور اشاييه واليو باتشي. كويس. ومستر ريني فايلر يعني بيدي اولويه كبيره واهتمام شايف مع اليو باتشي، من المحتمل يا امير ان اليو باتشي يقود هجوم النادي الاهلي خلال المباريات القادمه طبعا في ظل حاله التالق ايضا مع مروان محسن. ايضا التالق اللي بنشوفه في المران عوده احمد فتحي للمران وان شاء الله بنسبه كبيره خلاص يا امير ان شاء الله موجود مع الاهلي في مباراه بيراميدز. عاد للتدريبات النهارده احمد فتحي؟ اشارك المران يا امير. هو المران الساعه كام بالظبط يا فاروق؟ نعم يا امير. المران الساعه كام؟ انطلق المران الساعه 1:30. 1:30 وشارك احمد فتحي يعني؟ شارك. طب ده كويس. بطمنك وطمن جماهير النادي الاهلي احمد فتحي ان شاء الله يكون متواجد في مباراه بيراميدز. ايضا جونيور اجاييه كان غاب لنزل برد النهارده موجود وشارك في المباراه في المران، وزي ما قلت لك الانسجام اللي واضح قوي ما بينه وما بين اليو باتشي. ومستر فايلر بيدي اولويه واهتمام بباتشي وانسجامه سريعا على لعيبه النادي الاهلي من العوامل المهمه جدا اللي يعني هتقدر تقول تاثر المشوار قوي يعني في اللاعب في اندماجه مع لعيبه النادي الاهلي. اكيد. يعني بعض بقى الايه المتعابات اللي ما بينه وما بين رامي ربيعه مع محمود متولي. يعني كل المجموعه يا امير النهارده في التقسيم تألق زي ما قلت لك من باتشي من علي معلول محمود متولي سليه اليو ديانج ايمن اشرف
في نفس حراس المرمى النهارده شريف كرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي كان في تدريبات وجزء مختص بحراس المرمى مع مستر ميكيلي يانكون، كان تدريب اكثر من رائع لمدربي للاعبي حراس مرمى النادي الاهلي. من الامور ايضا يا امير المهمه جدا، انت عارف ان غدا ان شاء الله النادي الاهلي هيتم اجراء القرعه لتحديد الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي في دور ربع النهائي. بالنسبه للاعبين والجهاز الفني مش فارق مع النادي الاهلي يا امير سواء تبي مازيمبي او صن داونز. طبعا ده امر مفروغ منه. بص يعني حتى الكلام او مع اللعيبه او مع الجهاز الفني احنا مش فارق معانا، يعني النادي الاهلي انا مطالب ان انا بدور على بطوله وهدف البطوله، فمش فارق معايا تيجي مازيمبي هقابله المباراه القادمه او صن داونز او الترجي، ان مش اكيد هقابله في مراحل بعد كده. فان شاء الله يعني كل التوفيق يا امير، ان شاء الله يكون الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي موجودين في مراسم اجراء القرعه ان شاء الله. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي سواء في المشوار الافريقي سواء في المشوار المحلي باذن الله، والبدايه ان شاء الله من لقاء بيراميدز. ويعني بطمنك يا امير وبطمن كل مدير النادي الاهلي على المصابين ايضا. رمضان صبحي يا امير برضه بالمناسبه كان ادى جلسه في جلسه علاج طبيعي، يعني ان شاء الله ان شاء الله خلال الفتره القادمه يكون متواجد. صالح جمعه ايضا كان متواجد ايضا وادى جلسه في الجيم النهارده كان متواجد. فنقدر نقول يا الروح الروح المعنوي اللي عند لعيبه النادي الاهلي وحاله الجاهزيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تطمنك وتطمن كل جماهير النادي الاهلي يا امير. وانا معاك يا امير لو في اي استفسار او اي سؤال. انا عايز اسال بس بخصوص ياسر ابراهيم، هل الاصابه اللي في راسه تعيقه عن المباراه بتاعت بيراميدز يا فاروق؟ هو بص يا امير، يعني ياسر ابراهيم كان النهارده متواجد في التمرين وشارك في يعني المران من البدايه للنهايه، لكن لما يعني سالنا للدكتور خالد محمود عن ان هو يكون متواجد قال لك لا، يعني ان شاء الله خالد ياسر ابراهيم هيكون موجود معانا في المباراه ما فيش فيها اي مشكله كويس. لكن انت ممكن يبقى فيها امير بقى، انت عارف عمليه الروتيشن اللي بيعملها مستر ريني فايلر، ان انا ممكن ادي الفرصه برضه احد اللاعبين يدخل في الفتره القادمه في مباراه بيراميدز، لان عندي بيراميدز ثم طلائع الجيش، يعني من الممكن نشوف محمود متولي يلعب يبدا اللقاء، ممكن نشوف ايمن اشرف او رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. رامي ربيعه موقوف عن هذه المباراه. رامي ربيعه بالفعل موقوف. فتقدر تدي الفرصه تشوف ممكن يعني ممكن تلاقي محمود متولي بيبدا اللقاء، لكن ياسر ابراهيم يا امير ان شاء الله هيكون متواجد ومفيش ادنى مشكله، يعني اطمنا من الدكتور خالد محمود على اصابته، لكن ان شاء الله هيكون موجود يعني مفيش فيها ادنى مشكله. مران الفريق بكره الساعه 4 صح؟ الفريق هيتمرن ان شاء الله غدا الامير في تمام الساعه 4، ثم هيدخل الفريق في معسكر طبعا استعدادا لمباراه بيراميدز عقب نهايه اللقاء مباشره، عقب نهايه المران معذره يا امير، يعني عقب انتهاء المران الفريق هيدخل في معسكر استعدادا لمباراه بيراميدز، اللي برضه زي ما بقول لك مستر ريني فايلر يعني بيشدد على اهميه اللقاء واستمرار المسيره بعيدا عن لغه الارقام يا امير، يعني انا شايف ان في لغه كويس. الارقام الارقام لا، هو من الامور الجيده اللي مستر ريني فايلر بيقول ان انا بالنسبه لي المباريات سواء في افريقيا سواء في الدوري انا هدفي سواء على ملعبي او خارج ملعبي انا هدفي 3 نقاط، يعني لما اتكلمنا مع مستر ريني فايلر عن الارقام او ان قال لك لا الامر ده ما بيشغلش بالي كتير، لان انا هدفي ان انا كل مباراه كل بطوله عندي لان انا عارف طموحات جماهير النادي الاهلي، ودي من النقط اللي الواحد يقف قدامها يا امير، ان انا اكون عارف طموحات النادي الاهلي وعارف طموحات اسم الاسم ومكانه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ومستر ريني فايلر عارف الامر ده جدا وحريص عليه جدا. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بيراميدز ثم مباراه طلائع الجيش. يعني الموضوع مش متعلق بانها مباراه صقر يا فاروق زي ما الناس بتحاول تصور مباراه الاهلي وبيراميدز، هي مباراه زي اي مباراه الاهلي بيحاول يفوز فيها عشان يواصل مسيرته المميزه في الدوري. بالظبط يا امير، هي الاهلي ما فيش موضوع الصقر في المفهوم اللي بيتداول، لا هي مباراه فيها 3 نقاط سواء مع بيراميدز سواء مع فريق طلائع الجيش سواء مع المصري سواء مع الزمالك، ايا كان المنافس اللي بيواجه النادي الاهلي مستر ريني فايلر الجهاز الفني اللاعبين هدفنا دايما ال3 نقاط، هدفنا نكمل المسيره بتاعتنا سواء على النطاق المحلي النطاق الافريقي، لان كل اللعيبه والجهاز الفني فعلا يا امير عايزين يفرحوا الجمهور طبعا. عايزين يفرحوا الجمهور والمجهود اللي بيبذل من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب كان متواجد مع الفريق في مباراه الهلال السوداني، لا الجميع بيشتغل علشان عايزين نفرح الجمهور، احنا عايزين نسعد الجمهور، وطبعا
طبعا هدفنا كلنا كجمهور للنادي الاهلي نفسنا طبعا ان احنا نفرح، والاهلي دايما بيفرحنا يا ميس. بالظبط، ان شاء الله هنفرح يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، قال لنا كل الأخبار اللي بتتعلق باستعدادات الفريق للمباراة الهامة المقبلة أمام فريق بيراميدز. هي بصراحة بالنسبة للجمهور يعني عشان نبقى منطقيين برضه، هي بتبقى مباراة أنت إيه يعني الفرقة دي كسبتك كذا مرة ورا بعض، فبالتحديد جمهور الأهلي بتبقى الموضوع ده صعب عليه شوية. فبالنسبة للجمهور هي مباراة عايزين نكسب فيها، الناس دي كسبتنا كذا مرة، لكن بالنسبة للجهاز الفني وده التفكير الحقيقي والأفضل والصح يعني إن هي مباراة زي أي مباراة مالهاش علاقة بالثأر وكلام من ده. أنت بتدخل عشان تكسب، اي فريق بتلعبه هدف النادي الاهلي دايما انك تكسب، فده امر مهم جدا وتفكير رائع من الجهاز الفني واللاعبين. ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي واستعداداته للمواجهه المقبله امام بيراميدز. وفي جزئيه مهمه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في الحقيقه، وهو فيما يتعلق بعنوان من ضمن العناوين الرئيسيه اللي كانت معانا في الحلقه النهارده. والعنوان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اتحاد الكره يؤجل تطبيق الكره الموحده للموسم المقبل. يا راجل بجد؟ طب ايه الجديد يعني؟ العنوان من البوابه، بوابة ايه يا جماعة دي؟ البوابة سبورت، ماشي. ده خبر يعني موجود في المواقع، وان الكرة الموحدة احنا عارفين حضراتكم يعني ايه مع بداية الموسم كده. لو تفتكروا كان في كذا مسؤول من لجنة خماسية طلعوا في لقاءات تلفزيونية وقالوا لنا يا جماعة احنا بنوعدكم الدوري بالفار من بدايته كرة موحدة، اللي هيغلط هيتعاقب والعقوبة هتتنفذ، حاجات كتير جدا وعدوا بيها في الحقيقه يعني. واحنا هنا مش بننتقد، احنا بس بنفكرهم بوعودهم لان ممكن هم نفسهم ينسوا يعني. ده ابسط حاجه موضوع الكره الموحده ده، ابسط حاجه ليه لغايه دلوقتي ما طبقتش يعني في الدوري المصري؟ يعني اكاد اجزم ان ما فيش ولا دوري في الدنيا كل فريق بيروح بالكور بتاعته طبعا المباراه بتاعته هو يعني. مثلا سي الاهلي رايح يلعب ماتش بيراميدز، ده الماتش بتاع بيراميدز بالمناسبه، بيراميدز هيجي الاهلي جاي له في ملعب بيراميدز هيلعبه، فبيراميدز بيجيب الكور بتاعته معاه. زي مثلا انت كده ايه نازل تلعب كوره مع صحابك، فانت صاحب الكوره فبتجيب الكوره معاك وتلعب بيها، وبتخلص تاخد الكوره معاك وانت مروح. الموضوع ده لا يليق بصراحه. المفروض اتحاد كبير جدا زي الاتحاد المصري لكره القدم ان هو ايه يبقى عنده كور موحده ويتم توزيع الكور دي على الانديه، وهي دي الكور اللي يتلعب بيها كل مباريات الدوري، مش مباراه ومباراه لا، مباراه بكره تشامبيونز ليج الاوروبي ومباراه بكره كاس العالم ومباراه بكره الاتحاد الافريقي. الكلام ده ما ينفعش خالص وما يليقش خالص باسم الدوري المصري. واحنا في الاول وفي الاخر لما بنيجي نتكلم في الامور دي بصراحه اكتر منه انتقاد، هو زي ما تقول كده ايه حلم انك تشوف الدوري المصري ده بيواكب الدوريات الكبيره. لازم يبقى عندك الطموح، عايز تتقدم، عايز تعمل حاجه، حط طموح، حط اهداف قدامك واسعى وراها واشتغل عليها عشان تحققها. لكن انا مش متفاهم بصراحه الموضوع ده، يعني ايه التاخير؟ كم التاخير في موضوع كوره موحده الناس تلعب بيها؟ هيقول لك اصل في كذا شركه وعارضين ومش عارف ايه وفي عروض من كذا شركه، طب ما تحسب موقفك. طيب يا سيدي بلاش، في مثلا ايه معوقات بالنسبه لك؟ مثلا طب ليه حضرتك وعدت من الاول، من قبل الموسم ما يبتدي وعدت؟ طب لما تيجي توعد بحاجه ادرس عشان لما تيجي توعد تبقى قد وعدك، لما تيجي تتكلم تبقى قد كلامك. فالموضوع لفت نظري بصراحه يعني، لازم كنا نتكلم فيه مع حضراتكم. وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر يعني مثلا يوم الاربعاء والخميس اللي فاتوا دول على طول تم توزيع الاي دي الخاص بالاعلاميين لدخول مباريات الدوري المصري. واحنا دلوقتي في الاسبوع كام في الدوري يا جماعه؟ فكروا احنا في الاسبوع كام؟ 15 باين، او الدوري قرب يخلص يعني. ده مثلا ايه التصريح الخاص بالاعلاميين. احنا ده احد اصدقائنا يعني شلنا صورته وبتاع عشان بس الدنيا ما تبقاش واضحه مين هو، لكن في نفس الوقت ده التصريح لسه خارج لموسم 2019 2020 لسه خارج يوم الاربعاء والخميس اللي فات. طب ايه اللي اخر موضوع تصريح الاعلاميين يعني الاي دي الخاص بالاعلاميين دخول المباريات؟ ايه اللي اخر يعني؟ حاجات صغيره لكن تفرق. الحاجات الصغيره دي اللي ممكن البعض شايفها ايه يا عم التفاهه اللي انت بتتكلم فيها دي، لما تيجي تعالجها وتشتغل عليها وتبقى موجوده عندك خلاص ومفيش غبار على تنفيذها، هي اللي هتخليك تشتغل على الحاجات اللي ممكن وجهه نظر البعض تكون اكبر من كده، وهي اللي هتؤدي في الاخر ان انت تلاقي دوري محترم بمعايير ولوائح ثابته بامور عديده تنجح الدوري ده. فنتمنى، بالمناسبه احنا بقينا في الاسبوع 16 كمان يعني، بعد نص الدوري تقريبا يعني التصريح خرجت. فحاجه غريبه يعني، من ضمن الامور الغريبه جدا في اتحاد الكره
المصري في اللجنه الخماسيه الحاليه، وانا كان نفسي يعني نفسي بصراحه اللجنه الخماسيه الحاليه دي تتعلم من اخطاء الاتحاد المصري لكره القدم السابق. هو الاتحاد المصري لكره القدم السابق ده غلط، طبعا غلط، ده عمل كوارث بدون الاستفاضه في الكوارث دي، اكيد حضراتكم عارفين كوارث كتير جدا. وبالنسبه لنا احنا كجمهور اهم كارثه الخروج من بطوله الامم الافريقيه في دور 16 بالنسبه للمنتخب الاول يعني. تمام، ليهم نجاحات بس كانت قليله، لكن كان المفروض اللجنه الخماسيه الحاليه تتفادى هذه الكوارث السابقه للاتحاد المصري السابق وتتفادى الاخطاء وتحاول تشتغل عليها عشان تسيب بصمه، لان هم مش هيترشحوا بعد كده. فنيجي نقول يا جماعه كان في لجنه خماسيه مكونه من فلان وفلان وفلان وفلان، اللجنه الخماسيه دي نجحت بصراحه ان هم يعملوا كذا وكذا 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 في وقت وجيز في توقيت مهم جدا، في توقيت كان الامور صعبه في الدوري المصري، لكن خلاص الناس دول بصراحه لازم نديهم حقهم. لكن لا، هم فكروا في ان احنا ازاي نحط بند ان احنا ممكن نترشح في الانتخابات اللي جايه، فكروا مش عارف في بعض الامور، فكروا ان انا كلمتي انا اللي تمشي مش زميلي في اللجنه، كلام الحاجات اللي هي بتعطل عادتنا احنا كمصريين. احنا كمصريين عادتنا في الحتت دي ما بنفكرش دايما لمستقبل الكوره، او بنتكلم تحديدا في الكوره يعني، ما بنفكرش في الامور اللي تقدر تنجح المسابقه، ما بنفكرش في الامور اللي هي تطور من الكوره المصريه، امور غايه في الاهميه ونتمنى تداركها يعني. ويا ريت الاتحاد اللي هيجي اللي هيتم انتخابه بصراحه يحاول يتفادى اي اخطاء اللجنه الخماسيه والاتحاد السابق. نتمنى لهم كل التوفيق بالمناسبه يعني. الموضوع مش انتقاد وخلاص، لكن الموضوع بخصوص وعود ما اتنفذتش يعني. طيب، ده فيما يتعلق بموضوع الكره الموحده. في جزئيه اخرى عايز اتكلم فيها بالمناسبه، ومحدش واخد باله من الموضوع ده، ان منتخب مصر لكره الصالات متاهل لنصف نهائي بطوله الامم الافريقيه اللي مقامه في المغرب بعد ما فاز في الدور الاول على ثلاث منتخبات، بالتحديد غينيا فاز عليها 9-0، انجولا فاز عليهم 3-0، وموزمبيق فاز عليهم 3-2، وهيلاعب بكره المنتخب الليبي في الدور نصف النهائي من البطوله. البطوله دي مؤهله لكاس العالم في ليتوانيا، كاس العالم هيكون في شهر اكتوبر المقبل 2020. نتمنى المنتخب المصري كل التوفيق لكره الصالات، واللي هيتاهل اول ثلاث منتخبات، فبالتالي انت يعني تاهلت النصف النهائي، عندك فرصتين دلوقتي، يا اما تتاهل للنهائي وتبقى تاهلت مباشره لكاس العالم، يا اما لا قدر الله ما تتاهلش للنهائي وتلعب على الثالث والرابع، تاخد الثالث تتاهل لكاس العالم. نتمنى ليهم كل التوفيق، واحنا بصراحه في كره الصالات والالعاب الخماسيه والكلام اللي شبه ده احنا مهاريين جدا يعني، مصريين، ده امر معروف. طيب، بنبارك لهم وان شاء الله يكونوا موفقين. بالنسبه خليني اقول لحضراتكم برضه يعني، المدير الفني كابتن هشام صالح، مدير فني منتخب الصالات، كابتن نادر رشاد المدرب العام، وماشيين بشكل جيد جدا. طيب، خليني اقول لحضراتكم كمان مباريات اليوم والامس من الدوري المصري. امبارح كان في بعض المباريات، اسوان مع الاسماعيلي 2-1 لاسوان، مفاجاه كانت كبيره، انبي فاز على مقاولون، العرب وعطل المقاولون في المنافسه على صداره الدوري، وكده كان الاهلي فارق رغم ان هو ليه ماتشين، فارق 4 نقاط قبل مواجهه الاهلي مع بيراميدز، ان شاء الله يفرق فرق 7 نقاط كمان. لكن المهم ان انبي ماشيين بشكل ممتاز بصراحه مع الكابتن الكبير كابتن حلمي طولون، هم سابقا مع الكابتن علي ماهر كانوا بصراحه مش كويسين خالص، لكن الكابتن حلمي طولون عامل اداء جيد، 10 مباريات بدون ولا هزيمه حتى الان بالنسبه للكابتن حلمي طولون مع انبي. فازوا على المقاولين 2-1. الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري خلص 0-0، وسموحه مع مصر مقصه 1-1 في اول مباراه لايمانويل مونيكي المدير الفني الجديد لمصر مقصه. النهارده في بعض المباريات ما بين الجونه ووادي دجله، المباراه دي هتكون الساعه 5، ومباراه الساعه 7:30 ما بين طلائع الجيش ونادي اف سي مصر، دي مباريات الدوري العام. بكره في مباريات وبعد في مباريات كمان، اهم مباريات بعد غد ان شاء الله مباراه الاهلي وبيراميدز. طيب، دي بعض الامور مع بدايه الحلقه، خلينا نروح نشوف اهم الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في صحف النهارده. يلا بينا. الاخبار، الاهلي يرفض تقديم الشكوى ضد الهلال، بيان القلعه للقلعه الحمراء يؤكد الحرص على العلاقات التاريخيه بين البلدين. الاهرام، الاهلي يتمسك باكرامي، فايلر واداره النادي يطالبان الحارس بالتروي ويرفضان رحيله نهايه الموسم. الأخبار المسائي، التحدي الجديد، الأهلي يفتح ملف بيراميدز وفايلر يذاكر بالفيديو. روزل يوسف، هل يفك فايلر عقدة بيراميدز؟ الأهلي لا نهتم بمنافسنا في إفريقيا وهدفنا البطولة طبعا. الجمهورية، الأهلي يجدد عقود لاعبيه ويتمسك بالكبار وأولهم إكرام.
المساء. الأهلي يؤكد لن نفرط في نجومنا الكبار الذين يعشقون الكيان، التجديد لإكرامي وفتحي ووليد وعاشور أمر لا يقبل المناقشة. المصري اليوم، ثلاث أسباب وراء إعلان إكرامي الرحيل عن الأهلي: علمه بالمفاوضات السرية مع أحمد الشناوي لانضمام الموسم المقبل، قيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية، والخلافات مع عبد الحفيظ. الوطن، أزمة دفاعية تهدد الأهلي قبل مواجهة بيراميدز وتجديد العقد وقيد شوبير وراء رحيل إكرامي، اللاعبون يتعهدون لفايلر بكسر العقدة في لقاء الخميس، والجونة يقترب من ضم حارس الأهلي. الدستور، الإدارة، رفضنا شكوى الهلال السوداني للحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين، اجتماع بين لجنة تخطيط الأهلي وفايلر لبحث الاستعدادات لدوري أبطال إفريقيا. طيب خلينا نبتدي بالأخبار عشان نقفل بقى الملف ده خالص يا جماعة ونرمي الأمور دي ورا ظهرنا عشان نركز في اللي جاي. الأهلي يرفض تقديم شكوى ضد الهلال، وبيان القلعة الحمراء يؤكد الحرص على العلاقات التاريخية بين البلدين، وإحنا علقنا على الموضوع ده بمناسبة في أول الحلقة طبعا بمناسبة قرارات الاتحاد الأفريقي بخصوص مباريات الهلال والأهلي، والموضوع يا جماعة ليه أبعاد أخرى بيشوف يعني بيركز عليها المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، وبيبقوا عارفين الصالح بيكون فين، وده أمر مهم جدا. وعلقنا على الجزئية دي خلاص في بداية الحلقة، ونركز بقى في اللي جاي. احنا اللي جاي بالنسبة لنا محتاج دعم جمهور النادي الأهلي ككل طبعا، ممكن البعض يختلف أو يتفق مع أي قرار، ده أمر طبيعي، مفيش حد بيجمع على قرارات أو على أشخاص أو على كلام من ده يعني. لكن في نفس الوقت الهدف لازم يبقى موضوع قدامنا معروف للجميع، ان الاهلي بيركز في بطولاته، واهم بطوله بطوله دوري ابطال افريقيا. الفتره الجايه عندنا تحديات محليه وافريقيه، جمهور النادي الاهلي هو السند الرئيسي والاساسي وراء ناديه للوصول للاهداف المنشوده باذن الله تعالى. الاهرام، وبصوا بقى انا معايا تقريبا 6 أخبار من 9 بيتكلموا عن موضوع اكرامي، وده طبيعي لان اكرامي كان يعني نزل التويتات اللي شفتوها اول امبارح على تويتر، وهنا مثلا في الاهرام بيقول لك ايه، بيقول لك ان الاهلي يتمسك باكرامي، وبيقول لك كمان فايلر واداره النادي يطالبان الحارس بالتروي ويرفضان رحيله نهايه الموسم. طيب ده ممكن يكون اجتهاد طبيعي جدا، قرارات رسميه من النادي الاهلي ما نعرفش بخصوص الملف ده ايه تحديدا يعني، لسه مش عارفين. لكن المؤكد بالنسبه للناس كلها ان اكرامي ده لعيب جامد جدا، حارس جامد جدا، وحارس مميز وليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. اللي هيحصل الفتره الجايه ايه؟ هل هيبقى في تجديد؟ هل اكرامي هيتمسك برحيله؟ وده حاجه خاصه بيه، هو حر طبعا ما فيهاش اي مشكله، خصوصا ان عقده بينتهي مع نهايه هذا الموسم. اللي هيحصل ايه ده هنشوفه وهنترقبه خلال الفتره اللي جايه. لكن طبقا للاهرام هم يعني طبقا لمعلوماتهم هم ان الاهلي متمسك باكرامي بشكل كبير جدا. عندنا تفاصيل اخرى في بعض الاخبار، بس انا هروح لفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. نكمل اخبار الاهلي في الصحف النهارده، ونروح لجريده الاخبار المسائي واللي بتتكلم عن النادي الاهلي، وبتقول ان التحدي الجديد الاهلي يفتح ملف بيراميدز وفايلر يذاكر بالفيديو. خلينا نتكلم ان الفتره اللي فاتت كلها كانت مرحله وخلصت وعدت، حققت فيها نجاحات جيده جدا، تاهلت افريقيا الادوار الاقصائيه، ماشي بشكل جيد جدا في الجوانب المحليه بتحديد بطوله الدوري. فانت دلوقتي في مرحله اخرى فيها بعض التحديات المختلفه، وده حقيقي جدا، ودايما النادي الاهلي بيقسم مشواره لمراحل وبياخد كل مرحله على حده باهداف معينه بيحاول ان هو يحققها، فبالتالي بينجح النادي الاهلي في كده عشان التنظيم، يعني ان هم يبقوا منظمين ده امر بيبقى جيد جدا. فانت التحديات اللي جايه كلها مهمه، اهم هذه التحديات واولها طبعا مباراه بيراميدز، والاهلي مركز في هذه المباراه، وفايلر بيذاكر بالفيديو طبعا قبل اي فريق هيواجه النادي الاهلي، وده امر طبيعي جدا. لسه مع مباراه الاهلي وبيراميدز، وروزا اليوسف بتتكلم على ان وبتتساءل يعني على ان هل يفك فايلر عقدة بيراميدز، والناس عايزة تصور هذه المباراة بأنها عقدة مواجهة الأهلي وبيراميدز، لأن الأهلي ما انتصرش على بيراميدز
اطلاقا تحت مسمى بيراميد، لكن الموضوع يعني بالنسبه للنادي الاهلي ابسط من كده تحديدا بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، ان هي مباراه زي اي مباراه والهدف منها ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز. وكمان الاهلي لا نهتم بمنافسنا في افريقيا، هدفنا البطوله، ده امر مفروغ منه، اللي عايز اللقب ما بيفكرش مين اللي جاي له في السكه خالص يعني. الجمهوريه، هنرجع بقى لإكرامي شويه تاني. الاهلي يجدد عقود لاعبيه ويتمسك بالكبار واولهم اكرامي، ده كلام الجمهوريه. طيب خليني اقول لحضراتكم ان يعني ممكن يبقى في جديد قريب بخصوص ملف التجديد، والبعض بيصور موضوع اكرامي ده ان هو بسبب التجديد وكلام من ده، واكرامي خد القرارات دي بسبب التجديد. يا جماعه لو الموضوع متعلق بالتجديد فقصه تجديد عقود الرباعي اللي هم الشريف اكرامي وليد سليمان حسام عاشور واحمد فتحي متعلقه فقط بالتوقيت لفتح هذا الملف وللحديث مع اللاعبين. الاهلي مطمن، عارف الناس دي يعني صعب ان هم يخرجوا من الاهلي، يعني صعب، فكنت بختار التوقيت المناسب كنادي اهلي ان انا اتفاوض مع الرباعي ده، او مش اتفاوض، ان انا اخلص القصه يعني بشكل نهائي. حضراتكم عارفين الفتره اللي فاتت كانت مليئه ببعض المباريات الهامه جدا افريقيا ومحليا، ومباريات كلها ورا بعض، فرق ثلاث ايام ما بين كل مباراه، فامتى هتتكلم في الامور دي؟ اعتقد ان يعني ممكن قريب جدا يتم حسم هذا الملف طبقا ايضا لرؤيه المسؤولين في النادي الاهلي، ده امر هيبقى مهم جدا، هنشوف وهنتابع خلال الفتره الجايه، واي جديد اكيد هيبقى معروف لحضراتكم من خلال قناه الاهلي او الموقع الرسمي. نروح للمصري اليوم واللي بتقول بقى ايه، ان في ثلاث اسباب بخصوص اعلان اكرامي الرحيل عن النادي الاهلي، ناخدهم واحده واحده. واحد بيقول لك ايه، ده من وجهه نظر طبعا المصري اليوم عشان الكلام يبقى محدد، ان اكرامي كان عارف ان في مفاوضات سريه مع احمد الشناوي للانضمام الموسم المقبل. طب تاخدوا مننا يا جماعه، خدوا مننا الاكيد بل والمؤكد ان حتى هذه اللحظه الاهلي ما اتكلمش مع شريف اكرامي، او عفوا مع احمد الشناوي اطلاقا. الخبر هنا بيقول لك ان الاهلي بيتكلم بشكل سري مع الشناوي، احمد الشناوي حارس بيراميدز، حارس ممتاز وحارس كويس وكل حاجه، قدرات جيده وموهوب وكل الكلام من ده، لكن المؤكد ان الكلام مع احمد الشناوي ده مفيش اي حاجه رسميه بخصوص مفاوضات مع احمد الشناوي تحديدا، مش موجوده على ارض الواقع. هتقول لي طب ما ممكن وسطاء يتكلموا، الوسطاء بيتكلموا مع كل لعيبه مصر عادي عادي، لكن الكلام الحقيقي الرسمي مش موجود على ارض الواقع اطلاقا، ودي معلومه احنا بنقولها لحضراتكم وبناكدها لحضراتكم، مع احمد الشناوي تحديدا مفيش اي كلام. فادي رقم واحد كده ايه، مش حقيقي. رقم اتنين بيقول لك قيد مصطفى شوبير في القائمه الافريقيه. ايه علاقه قيد مصطفى شوبير في القائمه الافريقيه باكرامي؟ ايه العلاقه؟ يعني مثلا هديكم مثال، مصطفى شوبير تم قيده افريقيا في ظل تواجد مين؟ الشناوي، محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي مثلا. يعني لا قدر الله الشناوي وعلي لطفي مش جاهزين، وجاهز شريف اكرامي ومصطفى شوبير، مين اللي هيلعب؟ اكيد شريف اكرامي، خبراته العظيمه وقدراته وكلام من ده، وخصوصا ان مصطفى شوبير لسه حارس ناشئ يعني. فمش منطقي خالص يعني، ايه اللي هيضايق اكرامي في موضوع ان مصطفى شوبير تم قيده؟ يعني الموضوع ملوش علاقه بالقصه دي، ممكن يكون طموحات شخصيه للاعب، هو سرد الكلام ده في الكلمات اللي كتبها على تويتر، يعني ان هو موضوع اللعب وكلام من ده، دي حاجات خاصه بيه هو. لكن دايما الحكم بيبقى للناس يعني بخصوص هذه الامور، لكن مصطفى شوبير ملوش اي علاقه بموضوع اكرامي. الخلافات مع سيد عبد الحفيظ انا دي ما عنديش تعليق عليها، لكن اللي اعرفه كل اللي اعرفه ان اللاعب لاعب والمدرب مدرب والمسؤول مسؤول يعني، وده معروف في النادي الاهلي، ما اعتقدش في موضوع الخلافات ده اطلاقا يعني. ده فيما يتعلق بالمصري اليوم. تعالوا نروح لخبر اخر، الوطن. والوطن بتتكلم عن المباراه، بتتكلم برضه على اكرام. بيقول لك ايه بخصوص مباراه الاهلي وبيراميدز، ان في ازمه دفاعيه تهدد الاهلي قبل مباراه بيراميدز. الازمه يعني بيقول لك اصل رامي ربيعه موقوف، احنا عارفين رامي ربيعه خد طرد في مباراه المقاولين فهو كده كده موقوف. بيقول لك اصابه ياسر ابراهيم، احنا تاكدنا من جاهزيه ياسر ابراهيم لهذه المباراه، لكن في نفس الوقت حتى لو ياسر ابراهيم كمان مش هيكون موجود، فانت عندك محمود متولي وايمن اشرف الاثنين طبعا بيجيدوا بشكل جيد جدا، يعني متولي ده مكانه الاساسي كمدافع، ايمن اشرف بيجيد الادوار الدفاعيه بشكل جيد جدا والمركز ده تحديدا. عندك كمان احمد فتحي يقدر يلعب في المكان ده، وشفناه في الموسم ده في مباراتين تحديدا، يعني سواء مباراه المقصه او مباراه الهلال الاولى في القاهره كان بيلعب مدافع يعني. فان شاء الله مفيش ازمه ولا حاجه، والجهاز الفني بيعرف يتعامل مع مثل هذه الامور الفنيه يعني. بيتطرقوا بقى لموضوع اكرامي، بيقول لك تجديد العقد وقيد شوبير وراء رحيل اكرامي. الناس يعني مركزه قوي في موضوع ان مصطفى شوبير هو اللي تم قيده فعشان كده اكرامي زعل. الموضوع يا جماعه والله بعيد عن كده تماما، ملوش علاقه بالقصه دي خالص خالص. قيد مصطفى شوبير كانت طبقا لرؤيه فنيه
من الجهاز الفني. هتقول لي رؤيه فنيه هو مصطفى شوبير يعني احنا عندنا ثلاث حراس. هفكر حضراتكم برضو تاني بموقف تعرض ليه النادي الاهلي في مباراه بلاتينيوم في زيمبابوي، وكان عندك حارسين بس اللي جاهزين، كان شريف اكرامي مصاب فكان موجود شناوي وعلي لطفي، لو لا قدر الله كان شناوي اتصاب ونزل علي لطفي مثلا. يعني في سيناريوهات كده ساعات بتحصل انت ما بتبقاش متوقعها، اول مباراه شناوي اتصاب فينزل علي لطفي، فلسه قدامك مباراه طويله، فكان لازم يبقى فيه مثلا حارس تاني بديل. في الاخر بيبقى كده كده في اثنين حراس، حارس في القايمه، في قايمه ال 18 حارس في الملعب، يعني حارس على الدكه وحارس في الملعب. لكن في كل الاحوال ممكن في التدريبات الاخيره قبل كل مباراه مثلا ولا حاجه حارس يتصاب، فلازم يبقى في احتياط، يعني ممكن اثنين يبقوا مصابين في فتره واحده. فيعني هي هو ده الاتجاه اللي خده الجهاز الفني او التفكير كان بالطريقه دي يعني، وتعرض النادي الاهلي ده الموقف ده في مباراه بلاتينيوم. الجزئيه الاخيره بيتكلموا فيها بيقول لك ايه، اللاعبون يتعهدون لفايلر بكسر العقده في لقاء الخميس، موضوع مش عقده باذن الله الاهلي يكسب عشان مشواره المحلي والجونه يكتر من ضم حارس الاهلي. ده توقع وتكهن ان طالما اكرامي اعلن كده يبقى هو رايح الجونه، وخصوصا ان الجونه ضمت عدد كبير جدا من لاعبي الاهلي وعلاقه شريف بحسام غالي، لكن ممكن ما يبقاش الجونه برضه. نروح للدستور، والدستور بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ان الاداره بتقول رفضنا شكوى الهلال السوداني للحفاظ على العلاقات الوديه بين البلدين. وانا عايز اوضح لحضراتكم حاجه، لان في اول الحلقه انا كنت بقول ان شكوى الاهلي ما كانتش هتضيف من الجوانب الايجابيه عشان الموضوع يبقى واضح بس للبعض. يعني ايجابيا من حيث النتيجه الشكوى ما كانتش هتضيف، لان النتيجه هتكون بناء على تقرير الحكم، لكن هي كانت هتضر جدا. شكوى الاهلي كانت هتضر مين؟ الهلال بشكل كبير جدا، عقوبات هتبقى اكتر من كده، وده اللي حرص عليه النادي الاهلي في اطار علاقاته المميزه مع الانديه بشكل كامل، وخصوصا بعد المعامله الجيده من المسؤولين في الهلال السوداني ومن الجيش والشرطه في السودان مع البعثه، واللي كان على راسها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. فهي دي الامور اللي نظر ليها المجلس او الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، لكن كجانب ايجابي من حيث النتيجه ما كانش هيضيف اي شيء، لان الموضوع متعلق بتقرير الحكم. اجتماع بين لجنه التخطيط الاهلي وفايلر لبحث استعدادات دوري الابطال، وده بيبقى طبيعي كل فتره عشان يعني يتم وضع خطط للمراحل المقبله. طيب خلينا نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع، لجنه التخطيط تناقش قرار شريف اكرامي بالرحيل عن الاهلي. الشروق، نيدفيد يخضع لفحوصات طبيه في المانيا. مبتدا، حقيقة انقلاب فايلر على كهربا قبل لقاء بيراميدز. صدى البلد، صحيفة سودانية تكشف ما جاء بتقرير حكم مباراة الأهلي والهلال. بطولات، مدرب سان داونز هناك تعثر بشأن تجديد عقدي، وصحيفة جنوب إفريقية الأهلي مهتمة به. اليوم السابع بتتكلم عن اكرامي، خلاص مش هعلق على اكرامي تاني يعني. خلينا نروح على الشروق على طول، والشروق بتتكلم على نيدفيد انه يخضع لفحوصات طبيه في المانيا، ونيدفيد سافر فعلا لالمانيا عشان يتم عرض الحاله الخاصه بركبه اللاعب ومدى التطور في حالته وكيفيه التعامل خلال الفتره اللي جايه من جوانب البرامج الخاصه بتاهيل اللاعب عشان يرجع للفريق باذن الله تعالى والتدريبات الجماعيه مع الفريق. نتمنى له كل الشفاء. كريم نيدفيد في الحقيقه لعيب مميز جدا ومهم في صفوف النادي الاهلي. موقع مبتدا بيقول لك يعني حقيقه انقلاب فايلر على كهربا قبل لقاء بيراميدز، يعني بتتركوا للفرصه اللي ضيعها كهربا في مباراه الهلال، وهي بتحصل يا جماعه في الكوره والله. يعني امبارح مثلا اسوان، لاعب اسوان اسمه محمد عبد المجيد على ما اتذكر ضيع كوره ما تضيعش قدام الاسماعيلي، كان ممكن يبقى هدف ثالث، يعني كوره غريبه جدا. لكن ما يعني ما فيش انقلاب خالص من المدير الفني مستر فايلر على كهربا، وكلنا عارفين الظروف اللي كان بيمر بيها فريق النادي الاهلي في هذه المباراه والاحداث اللي حصلت خلال المباراه، فلا ما فيش الكلام ده، مش حقيقي خالص يعني. طيب تعالوا نروح لبطولات، واللي بتتكلم عن مدرب سان داونز اللي بيقول هناك تعثر بشان تجديد عقدي، اللي هو بيتسو موسيماني، مدرب مميز جدا طبعا مدرب سان داونز، وموجود معهم من 2012 لحد دلوقتي، وعقده هينتهي في شهر 7 المقبل، ففي كلام على تجديد عقده، لكن هو بيقول ان لغايه دلوقتي الامور متبقي فيها نسبه 20% عشان يتم حسم هذا الملف. وبعض الصحف في جنوب افريقيا بتتكلم عن ان الاهلي مهتم
بالمدرب، والكلام ده طبعا غير حقيقي وغير منطقي اطلاقا، لان الاهلي عنده مدرب مستر ريني فايلر. هم حتى في الصحف الجنوب افريقيه بيقول لك ايه، رغم الاداء الجيد اللي بيقدمه مدير فني النادي الاهلي، طب لو المدير الفني بيأدي اداء جيد انا هعيد القرار من الاول ليه؟ همشي مدير فني مميز واجيب مدير فني اخر ممكن يكون مميز ايضا، لكن حسابات كتير هتتغير وموضوع مش منطقي اطلاقا والكلام مش حقيقي طبعا يعني. ده فيما يتعلق باخبار الاهلي في المواقع. نشوف بعض الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. بطل الاهرام البدري يراقب لاعبي الاهلي والزمالك في السوبر قبل معسكر مارس. موقع الكابتن، جهاز المنتخب يطلب توفير طائره خاصه للسفر لتوجو. البابا سبورت، اتحاد الكره يؤجل تطبيق الكره الموحده للموسم المقبل. سوبر كوره 20 حكما ينجحون في اختبارات الفار والرسوب 24. الفجر الرياضي، مهاجم الشارقه الاماراتي يقترب من خلافه نجم الاهلي في انبي. يلا كوره، تقرير هل خرج استاد القاهره من المنافسه على استضافه نهائي دوري الابطال والكونفدراليه. كوره، سيناريوهات ناريه لقرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الجمهوريه اونلاين، محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويهدد صداره ميسي. الفجر الرياضي، محمد صلاح يوافق على عرض برشلونه. مبتدا، مفاجاه، بيكام يفاوض ميسي ونيمار. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه، هنستفيض في الحديث عنها وعن بعض كمان الامور اللي بتخص النادي الاهلي بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي الكبير، وحديث مطول عن بعض الامور الهامه. استنونا بعد الفاصل. الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بك يا امير، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، سعيد ان انا معاك النهارده. احنا اسعد بكل تاكيد، نورنا ومشرفنا. كلام كتير جدا عندنا في الحقيقه، لكن عايز ابتدي معاك من الاخر وقرارات الاتحاد الافريقي بخصوص مباراه الهلال والاهلي، رايك ايه؟ والله هي القرارات دي كانت يعني كانت واضحه ان هي قرارات مش هتبقى اكتر من كده، كانت متوقعه، كان متوقع ان هو القرارات كلها هتبقى على فريق الهلال السوداني فقط، يعني سواء بقى بنقل مباريات خارج ملعبه او بحرمانه من جماهيره او بالغرامات الماليه، كل ده كان متوقع الا في حاله واحده، وهي كانت ان الحكم يكتب في تقريره ان هو كمل المباراه مجبر، خوفا مثلا على حياته، خوفا على حياه اللعيبه، خوفا على حياه كل من في الملعب. ولكن هم النهارده اعلنوا، الاتحاد الافريقي اعلن ان تقرير الحكم جه مظبوط، انه كمل المباراه في امور طبيعيه وما كانش مجبر على انه يكمل المباراه. هو اعتمد نتيجه المباراه 1-1. بالظبط، وعشان كده امال البعض الصحفيين يعني كتبوا تسلم ايدك وتقرير الحكم وبتاع وحاجات كده، وصوروا للناس يعني ان الموضوع انتهى وان الثلاث نقط النقاط هيروحوا للنادي الاهلي. شوف انا غريبه في الحقيقه. انا هقول لك على حاجه، مبدئيا هو موضوع النقطه من ثلاث نقط ما فرقتش كتير مع النادي الاهلي. بالظبط، كل اللي كان يفرق مع النادي الاهلي التاهل. طبعا طبعا، وعشان كده يعني تبص تلاحظ مثلا كابتن محمود الخطيب امتى سافر مع النادي الاهلي كرئيس للبعثه، من قد ايه. عشان كده ده بيوحي ليك اهميه اللقاء، اهميه اللقاء جايه من انه كان هو عنق الزجاجه في التاهل فعلا للبطوله، وده النادي الاهلي، ما ينفعش النادي الاهلي يخرج من دور المجموعات. طبعا انت السنه اللي فاتت او البطوله الاخيره بتلعب في الفاينل واللي قبلها وهكذا. البطوله الاخيره خرجت من دور الثمانيه، لكن اللي قبلهم الفاينل الاثنين اللي قبلهم على طول. فعشان كده يعني دي كانت اهميه اللقاء، ان انت تتاهل لدور الثمانيه. لكن قصه انك هتلاعب مين او قصه ان انت مثلا تصعد اول او ثاني، كله شبه بعضه. الثمان فرق ابطال. صح،
بالظبط، هو 8 فرق فعلا كبار جدا وكلهم لاول مره في دور الثمانيه، بقى 8 فرق خدوا البطوله قبل كده. يعني عندك الترجي فاز وصن داونز ومازيمبي والنجم والاهلي والزمالك والوداد والرجاء. النادي الاهلي فايز 8 بطولات واخد 8 القاب. الزمالك 5، بتصدر الزمالك 5، المازيمبي 5، الترجي 4، عندك الوداد اعتقد الرجاء 3 والوداد 2 وصن داونز والنجم الساحلي كل واحد فيهم واخد بطوله. ده بخلاف ان هم لعبوا نهائيات كتير كمان، يعني كل فريق في ده لعب في اكثر من نهائي. يعني الفريق اللي انت هتتفادى مواجهته في دور الثمانيه لو تاهلت هتقابله في دور الاربعه، هتقابله في النهائي. فانت كده كده يعني عايز اقول لك انه الثمان فرق خلاص، يعني كل فريق في الثمانيه عامل حسابه انه داخل عايز اللقب، مش داخل عايز يتخطى الدور ده. مش بالورد يعني بالظبط، لا يعني كمان انا عايز اقول لك ايه، في فرق ممكن مثلا لنفرض يعني انه كان فريق الهلال السوداني هو اللي تاهل. فريق الهلال السوداني كان طموحه او اقصى طموحه مثلا، وده مش تقليل من امكانياته، لكن هو بس مع مقارنه بفارق الامكانيات مع الفرق اللي تاهلت، كان اقصى طموحه انه يتخطى دور الثمانيه، يوصل لدور الاربعه، وكان هياخد دور. لكن الثمان فرق اللي تاهلوا كلهم عينهم على البطوله، عينهم على كاس البطوله، كلهم عايزين ياخدوا اللقب. بالظبط، ده امر طبيعي جدا. بالتالي القرعه بكره تتوقع ايه؟ لا اتوقع دي صعب جدا، صعب جدا. لكن انا طب تتمنى ايه لو بالنسبه للنادي الاهلي مثلا؟ بالنسبه للنادي الاهلي برضو انا عايز اقول لك ان كل المباريات او كل الفرق قريبه. هو النادي الاهلي قدامه خيار من ثلاثه، اما الترجي التونسي، اما سان داونز، اما مازيمبي. فخلينا ننحي الترجي، يعني لانه مباريات مثلا مباريات فرق شمال افريقيا مع بعضها بتبقى دربيات. والنادي الاهلي والترجي بالذات يعني، وبرضو فرقتين، الترجي السنه اللي فاتت برضو لاعب واخد اللقب، هو حامل اللقب. فماتش تقيل يعني طبعا. مهما كان حتى لو الماتش ده في دور المجموعات فبيبقى ماتش تقيل. فهي يعني الحاجه السلبيه الوحيده بس في القصه دي انك تطلع تاني، ان مباراه الذهاب هتبقى على ملعبك. بالظبط، بس هي دي الحاجه الوحيده، ده الفرق يعني الوحيد. بالظبط، لكن حسابيا كله هو يعني، المهم ان انت تكسب وتتخطى. فانت لو قارنت ما بين صن داونز ومازيمبي، فهتبص تلاقي صن داونز مثلا في الدوري المحلي هو الثالث، مازيمبي ومتصدر دلوقتي زي النادي الاهلي يعني في الدوري المحلي عنده. برضو ما فرقتش كتير، بس يعني هل بقى هي في نقطه واحده بس، هل الخساره الاخيره من النادي الاهلي امام صن داونز اللي هي 5، هل دي ممكن تكون حافز لان اللعيبه مثلا عايزه ترد اعتبار، تحقق نتيجه مثلا اللي هو مثلا نصالح الجماهير بخصوص القصه دي؟ لو ده حافز، يبقى اتمنى ان هو ان احنا نقابل صن داونز او النادي الاهلي يقابل صن داونز. لو هتبقى يعني حمل تقيل او ممكن تمثل ضغط على اللعيبه، فيبقى اتمنى ان النادي الاهلي يقابل مازيمبي. مازيمبي كمان على ملعبه صعب جدا جدا. كل الفرق صعبه في الحقيقه، وصن داونز على ملعبه فرقه صعبه جدا برضه يعني. هي اصعب بطوله السنه دي بكل تاكيد يعني، اكتر طبعاً بطوله فيها منافسه في الحقيقه في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا، وده واقع يعني. لكن اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله، وتحديدا في المشوار الافريقي. احنا مقبلين دلوقتي بقى على المشوار المحلي واستكمال ليه بمباراه بيراميدز، وكيف ترى اهميه هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي؟ والبعض بيحاول يمثلها ان هي مباراه صقر ممكن على مستوى الجماهيري، لكن على مستوى اللاعبين والجهاز الفني التركيز كله انها مباراه يعني زي مباراه، تتفق؟ ما هو دور الجهاز الفني بقياده فايلر ان هو يخلي يدخل جوه دماغ اللعيبه، جوه تركيزهم، يخليهم يبعدوا خالص عن قصه ان هم يتعلقوا بتعليقات الجماهير ورغبات الجماهير. هو يشوف هو عايز ايه. الجهاز الفني اكتر حد مدرك انا كنادي او كفريق محتاج ايه من المباراه دي. لو ساب اللعيبه كده منها للجمهور ومنها للسوشيال ميديا ومنها للناس اللي حواليهم، فالدنيا هتفلت منه. هيبص يلاقي مثلا اللعيبه في الملعب تركيزهم كل واحد في اتجاه، فمش هيقدر يسيطر على الفريق. لكن هو زي ما بقول لك كده، ان الجهاز الفني المفروض ان هو اكتر حد عارف انا محتاج ايه من المباراه دي، واكتر حد عارف ان انا ااهل لعيبتي ازاي للمباراه دي. المباراه يعني مش صقر ولا حاجه، يعني مباراه زي اي مباراه في الدوري، معروف الديربي اللي بيلعبه الاهلي او
في الدوري هو أهلي والزمالك، دي بتبقى أصعب المباريات، ما بيبقاش فيها تكهنات. لكن أنا أعتقد إنه مباراة بيراميدز هتبقى كمان بالنسبة للنادي الأهلي أسهل من مبارياته العام الماضي أو في الموسم الماضي. ليه بقى؟ أولا النادي الأهلي السنة دي غير السنة اللي فاتت كلعيبة، يعني كإمكانيات لعيبة، كأفراد، كبصمة من الجهاز الفني، طريقة لعب يعني. دي حاجة. الحاجة التانية كجهاز فني، الجهاز الفني ده برضو جديد أكيد. بيتعامل بطريقة جديدة جدا على النادي وحط بصمته، يعني ما فيش مثلا الجهاز الفني ده أو ريني فايلر ما جاش أول ما جه مثلا بدأ يغير أو يعمل روتيشن في الفريق، ما عملش ده ماتشين ثلاثة وسكت، استمر على فترة، ده هو مستمر من يوم ما جه لحد النهاردة. ومفيش حاجة عنده اسمه، ومفيش حد عنده اسمه هو ده نجم الفريق أو إن ده السوبر ستار اللي ما ينفعش ما يطلعش بره التشكيل، لا. قعد علي معلول، وكلنا عارفين إن علي معلول ده من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي. قعد أحمد فتحي بيقعد، محمد هاني بيقعد، السلاية بيقعد، يعني كل اللعيبة، قفشة قعد ماتشين ثلاثة ورا بعض، حسين الشحات بيقعد، جونيور أجايب بيقعد، يعني الراجل مش سايب مروان بيقعد، كله في الحقيقة. يعني هو انت تقريبا 24 لعيب في النادي الأهلي من قائمة النادي الأهلي شاركوا مع ريني فايلر من ساعة ما جه، مفيش حد ما شاركش غير هو صالح جمعة. صالح جمعة حسين السيد وحسين السيد ومشي. فهو صالح جمعة بس. حتى صلاح محسن اللي شارك. مش يشارك حتى يعني هو بس عمار حمدي شارك طبعا في الكاس، هو بس الوحيد اللي ممكن برضو كمان ما شاركش الحارس الثالث علي لطفي ده برضو ممكن، يعني بس دي انت عارف حته الحراس دي بتبقى طبيعيه يعني. فاللي انا عايز اقوله ان هو المباراه سهله من ناحيه النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي عنده تغيير للافضل للاقوى من ناحيه اللعيبه، من ناحيه الجهاز الفني. تعال بقى بص على الجانب الاخر، بيراميدز. هتبص تلاقي انه في الطموح عندهم السنه دي اقل من الطموح في العامين الماضيين او في السنه اللي فاتت، مش نفس هم يعني عندهم نفس او عندهم هدف ان هم يحققوا بطوله. بس لو بصيت على الدوري وحسبتها صح، هتلاقي ان البطوله اللي هم عينهم عليها مش الدوري، هم عينهم من الاخر يعني هم عينهم على الكونفدراليه، ومشوارهم في الكونفدراليه كويس، يعني ادائهم في الكونفدراليه كويس، كسبوا كل الماتشات ما عدا ماتش واحد بالظبط. هو هدفهم حقق بطوله. اعتقد ان بطوله الدوري كمان الثبات اللي ماشي فيه النادي الاهلي، الانتصارات المتتاليه، الارقام القياسيه اللي عمال يحققها، فاعتقد ان هم كمان شايفين ان النادي الاهلي اقرب لتحقيق بطوله الدوري. يعني حتى نتائجهم في بطوله الدوري حتى الان هم في المركز الرابع، ولعبوا 15 ماتش، فازوا في 7، اتعادلوا في 5، وخسروا 3. خط هجومهم جيد، 24 هدف دخل مرماهم، 17 هدف كتير جدا، عدد كبير برضو. لكن في نفس الوقت خط هجوم جيد ايضا، يعني بعد النادي الاهلي على طول الاهلي 35 هدف وهم 24 هدف في الطول. انا بص على خط الدفاع داخل فيه 17 هدف، النادي الاهلي داخل فيه هدفين. فمن هنا برضو يعني هي مباراه فيها منافسه قويه في كل الاحوال، اكيد طبعا فيها منافسه. وانا مش عشان قلت لك ان مباراه السنه دي اسهل من المواجهات السنه اللي فاتت، يبقى الفرقه او اللعيبه او الجهاز الفني ياخدوا المباراه باستهتار او يتعاملوا معاها بهدوء، يعني لا بالعكس. احنا زي ما انت كمان كنادي اهلي حاطط هدف مش تكسب الدوري بس، انت حاطط هدف ان انت عايز تكسر كل الارقام القياسيه، انت عايز تحقق اطول فتره ممكنه من الانتصارات المتتاليه. واعتقد دلوقتي احنا وصلنا، النادي الاهلي وصل للرقم 12. فممكن يعني لو عدت مباراه بيراميدز بسلام، فاكيد الرقم اللي هو اللي كان مع مستر رونالدو 17 اكيد ده هيتكسر يعني. ممكن اكيد، بس خلي بالك عندك الزمالك في السكه. ايوه الزمالك فريق كبير، يعني لو ماتش اتلعب يعني يوم على على يوم على حد علمي المباراه دي اقرب للتاجيل. ليه؟ يعني بص، هو النادي الزمالك هيلعب مباراه السوبر الافريقي يوم 14، هيلعب مباراه السوبر، هيلعب مباراه، هيلعب مع الاهلي السوبر المصري يوم 20. فما اعتقدش انه نادي الزمالك هيلعب مباراه
مش يعني هيروح الملعب بنفس يعني لا مش هيروح الملعب انت يعني خلال الفتره اللي جايه هيحاول يعني انه ياجل خلال الفتره اللي جايه هتسمع اقوال كتير او كلام كتير عن لكن هل ده مبرر كافي بشكل عام موضوع التاجيل ده ما فيش حاجه اسمها مبرر معاه انت خلاص طبعا انت 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 دلوقتي في جدول اعلن في بدايه الموسم مش الجدول ده اعلن في بدايه الموسم ولا بعد ما ابتدينا الموسم اعلنوه قبل بدايه الموسم انت الاعلان عنه تمام خلاص وانت المندوب بتاعك كان موجود سواء بقى نادي زمالك اهلي اسماعيلي اي نادي اتحاد اي نادي طالما المندوب كان موجود وخد نسخه ومضى على النسخه اللي خدها دي فخلاص انت 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 ملت انت مكلف ان انت تلتزم بالمواعيد المقرره دي التاجيلات اللي حصلت او التعديلات على مواعيد المباريات دي بتبقى للامور القصوى او للضروره القصوى اللي هي مثلا في ملعب حصل فيه مشكله فانت مضطر ان انت هتلعب على ملعب تاني الملعب التاني ده في مباراه بتتام بتتلعب في نفس التوقيت يعني الاثنين في مدينه واحده فالامن بيامن واحده مش هينفع يامن ماتشين في مكان واحد يعني دي الضروره القصوى يعني انما انا اطلب عشان انا مش قادر العب ثلاث ماتشات مهمين او ثلاث ماتشات ممكن تقال ممكن مثلا يقول لك البعض يعني يقول لك اصل هيبقى في مباراه اهلي وزمالك لو اتلعبت في الدوري يوم 24 والاهلي والزمالك عندهم مباراه في ذهاب دور الثمانيه يوم 28 او 29 مزبوط. لكن هنرجع للي قاله الاتحاد او لجنه المسابقات بالتحديد مع بدايه الموسم لما قال لك ايه طبعا تلعب جوه ارضك خلاص في افريقيا اربع ايام ثلاث او اربع ايام قبليها بالظبط لو بره ارضك خمس ايام قبليها فانت هتلعب جوه ارضك سواء اهلي او زمالك لو ما طلعوا المركز الثاني ما هو ده اللي بياكد ان مفيش مبرر لان انت تطلب التاجيل هو عموما حتى الان طيب انت بتقول الاقرب هيتم التاجيل ده بناء على معلومات اتحاد الكوره مثلا ده توقعي توقعي ان المباراه دي مش هتتلعب في ميعادها ماشي هنشوف ايا كان يعني ان شاء الله نتمنى الامور تمشي بالشكل الصحيح بخصوص بطوله الدوري يعني بشكل عام لكن في نفس الوقت احنا كنا بنتكلم عن مباراه بيراميدز وعايز اكمل الحديث عن هذه المباراه وتحديدا عايز اتكلم عن خط الدفاع يعني رامي ربيعه غايب وياسر ابراهيم مش جاهز بالنسبه ما اعرفش الاصابه يعني هتخليه يلعب ولا لا في راسه دي اعتقد ان هو عادي ممكن يلعب لكن في نفس الوقت عندك مثلا ايمن اشرف محمود متولي تتوقع ايه اللي هيحصل في خط الدفاع تحديدا من مستر فاينر هو انت حلتها يعني هو ممكن ايمن اشرف يلعب مساك طبعا محمود متولي موجود كمساك البدائل المطروحه انت طبعا لان الغيابات عندك ياسر ابراهيم ممكن يغيب رامي ربيعه هيغيب طبعا سعد سمير مصاب فانت البدائل المطروحه هو واحد من الاجناء من الباكات اكيد هياخد هو هيلعب دور المساك الثاني جنب محمود متولي انت عندك بقى الدور ده لعبه ثلاث لعيبه ايمن اشرف محمد هاني احمد فتحي اي واحد في الثلاثه دول اي واحد في الثلاثه دول ممكن يلعب الدور ده الاجهز والانسب والريني فايلر او الجهاز الفني بشكل عام شايف ان هو ده يومه او ان هو مؤهل لانه يلعب المباراه دي في المركز ده فاكيد هيكون وان كان الاقرب هو ايمن اشرف وبعده محمد هاني ايمن اشرف اقرب وبعد كده ممكن محمد بس محمد هاني ما لعبش مع فايلر كمساكه ولا لعب قبل كده عشان كده بقول لك الاقرب ايمن اشرف بس خلي بالك احمد فتحي لعب مساك بس احمد فتحي لسه جاهزيته مش لسه برضه بس يقال يعني قالوا لنا ان هو شارك في التمرين النهارده بشكل طبيعي فممكن يكون جاهز لازم اقول يعني برضه هي زي ما بقول لك هو حسب يعني ايه حسب استعداديه اللعيب للمشاركه دي اللي هتفرق لكن هو حسابيا على الورق ايمن اشرف هو رقم واحد في انه يشغل المركز ده. طيب المنافسه في بطوله الدوري بشكل عام بتشوفها ازاي السنه دي في مختلف المراكز يعني المقدمه الاهلي ما شاء الله ما فيش منافسه على القمه. ما فيش خلاص يعني الموضوع ممكن القمة. تعود المنافسه على القمه ولا صعب؟ انا شايفها صعب. بص النادي الاهلي كسب 12 مباراه ما فاضلوش يعني من الفرق الثقيله غير فرقتين. او ماتشين بيراميدز والزمالك والمصري برضو يعني المصري صعبه بس النادي المصري في اداؤه ونتائجه في الدوري الموسم ده لا مش ده اللي يأهله ان هو يدخل برضو المنافسه وان كان طبعا كل مباراه ليها ظروفها ممكن الفرقه تبقى اخير في الدوري وتبص تلاقيه بيكسب الاول يعني ده ما فيش مشكله صح. لكن انا بتكلم على
الشكل العام الاداء بشكل عام. النادي المصري السنه دي اقل مسافة. فهو النادي الاهلي قدامه مباراتين هم دول الهمتين، يعني هم دول اللي يقدروا يفصلوا في المنافسه، او في ان حته المنافسه ممكن ترجع على قمه الدوري ولا لا. يعني الاهلي لو باذن الله انتصر في مباراه بيراميدز ويتخللهم طبعا قبل مباراه الزمالك في الدوري، عندك الجيش والمصري وكسب الزمالك مثلا كده، الموضوع بتشوف انه ممكن يكون حسم. طبعا انت خلاص، انت لو خلاص كسبت اللي هو فرق الدور كل، يعني كسبت كل ماتشات الدور صح، انت خلاص ناقص ايه تاني؟ مش ناقص حاجه تاني يعني، انت ماشي زي ليفربول كده في الدوري. يا ربنا يكرم ليفربول، هو تعادل مباراه واحده بس يعني مانشستر يونايتد. النادي الاهلي كده لحد دلوقتي متفوق على ليفربول. نتمنى طبعا استمراريه بالنسبه للنادي الاهلي، والمنافسات اكيد صعبه جدا، لان انت طبعا لما تيجي تواجه فريق زي بيراميدز، فريق قوي ايضا، فريق مصري فريق جيد جدا، فريق الزمالك قمه كبيره خارج اي حسابات اطلاقا، فبالتالي يعني واحده واحده كده فريق النادي الاهلي ماشي بشكل جيد. طيب ده فيما يتعلق بالمنافسه في البطوله المحليه ومباراه الاهلي وبيراميدز. عايز اتطرق معاك لبعض الملفات المحليه، يعني مثلا النهارده بوابه الاهرام بتقول ان كابتن حسام بدري يراقب لاعبي الاهلي والزمالك في السوبر قبل معسكر مارس، واحنا عارفين معسكر مارس القادم هيتخللوا مباراتين مع توجو في تصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. فبتشوف مدى اهميه المعسكر ومدى اهميه متابعه الكابتن حسام بدري سواء في مباراه السوبر المباراة بشكل عام، وكمان الكلام اللي كان طالع بخروجه للخارج لمتابعة المحترفين يعني. شوف، هو موضوع خروجه لمتابعة المحترفين ده يعني كان فكرة، واعتقد ان هي خلاص اتلغت، يعني ممكن يكون شالها من دماغه يعني. شالها من دماغه؟ ليه؟ يعني هو شايف انه متابعة المحترفين دي اولا هو المفروض المتابعه تكون للفرق او للعيبه اللي هي بتلعب في دوريات هو مش عارف يشوفها كويس، حاجات مغموره مثلا، دوري برتغالي، دوري يوناني، دوري تركي مثلا، وان كان الدوري التركي ممكن يتفرج عليه او ممكن يشوفه يعني. لكن وبرده في حاجه تانية، ان هو يكون عايز يشوف اللعيبه عن قرب. لكن انت دلوقتي عندك طبعا يعني اللعيبه الاساسيين من ضمن المحترفين محمد صلاح، وده طبعا العالم كله بيتكلم عنه يعني، مش محتاج يعني ان انا اروح اشوفه واقرب والكلام ده يعني. ما هو الناس كانت بتتسال عشان كده. او حاجه تانية، ان كان مثلا كان في ترتيب للقاء بين الكابتن حسام والكابتن محمد صلاح، ده جزء تاني كان ممكن يبقى مهم جدا في الحقيقه طبعا، لإذابة الجليد بين مش كابتن حسام بقى، بين محمد صلاح والمشاكل السابقه اللي كانت مع الاتحاد السابق، وهنا ده برضو كان هيبقى دور كويس جدا قام بيه او كان عمله، كان ممكن يوم بيه كابتن حسام بدري، كان ممكن، لكن قام بيه عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه. ومن هنا بعد ما حصل ده بدا الكابتن حسام ان هو يفكر ان الموضوع خلاص يبقى مش بالضروره يعني اللي كان بيفكر فيها قبل كده. غير كده في طبعا تريزيجيه متألق، متألق وما شاء الله ماشي كويس جدا. المحمدي على قد مشاركاته برضو بيأدي بشكل كويس. طبعا كوكا، هو كوكا برضو الدنيا مش ماشيه معاه، عنده مباراه في هذه اللحظات مع الاولمبياكوس بالمناسبه، بالظبط يعني الدنيا مش ماشيه معاه برضو يعني، هو يعني لسه منضم حديثا، لسه راجع بالظبط. يعني بالنسبه للمحترفين كابتن حسام برضو انا شايف ان دي مش مهمه ان هو يسافر يعني يتابعهم عن قرب. لكن قصه السوبر طبعا كابتن حسام حاطط يعني حاطط هم كبير جدا على لعيبه الاهلي والزمالك، ان هم دول القوام الاساسي، اعتماد عليهم يعني، دول القوام الاساسي لمنتخب مصر. ليه؟ مش عشان مثلا انه ما فيش لعيبه تانية كويسه غيرهم، لا، ولكن عشان خبراتهم. دي اللعيبه اللي هي عشان دايما الاحتكاكات اللي بيشاركوا فيها افريقيا، بالظبط. انت اولا اللعيبه دي اكتر لعيبه لعبت منتخبات طبعا. يعني سواء بقى على مستوى منتخب شباب، ناشئين، اولمبي، المنتخب الاول. بالاضافه لاحتكاكاتهم الافريقيه، يعني معروف ان النادي الاهلي ونادي الزمالك اكتر لعيبه بتلعب مباريات، انه غير انه بيلعب محليا بيحتك كمان أكيد. افريقيا أكيد. فهو حاطط في دماغه مثلا الخمس ست سبع ثمان لعيبه اللي هم القوام الاساسي من النادي الاهلي ونادي الزمالك، حتى لو ما فيش اي مناسبه لازم يتابعهم.
لان دول يعتبروا هم دول الفرقه، هم دول الاساس الفرقه او القوام الاساسي للفرقه. فعشان كده منين ما هيلعبوا هتبص تلاقيه بيلف وراه، في لعيب مستواه بيعلى، في لعيب مستواه بينزل، في لعيب مثلا هو شايف ان امكانياته عاليه ولكن استهتر شويه بالخصم او بالمباراه النهارده. فهنا الجهاز الفني للمنتخب برضو ليه دور، ليه دور ان هو بيتكلم ويتواصل مع اللعيبه، الى جانب ان هو طبعا على حد علمي او تاكدي ان هو هيضم رمضان صبحي للمنتخب. أكيد. فهو كمان لسه ما شافش رمضان بقاله فتره، فعايز يتابعه، وبالتاكيد رمضان هيلعب مباراه زي دي، فلازم يروح وراه ويشوفه يعني. بس فحضوره اكيد مهم يعني في كل الاحوال، وده امر غايه في الاهميه. نتمنى طبعا الكابتن حسام بدري كل التوفيق. لسه مكملين مع منتخب مصر الاول، ويعني الجهاز المنتخب بيطلب توفير طائره خاصه، ده من موقع الكابتن، للسفر لتوجو. شايف مدى اهميه الطائره الخاصه في مباراه توجو؟ طبعا موضوع الطياره الخاصه متعلق بالنتائج في المباراتين الاولانيين سواء كينيا او جزر القمر، المهمه صعبه، فبالتالي انت عايز توفر اجهاد، ولا لو كنا كسبنا كان الموضوع ملوش علاقه؟ لا لا لا، بص، هو 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 انا اعتقد ان موضوع الطياره الخاصه ده بقى حاجه مهمه دلوقتي بالنسبه للفرق والمنتخبات، مش المنتخب بس يعني. طيب. حتى النادي الاهلي، نادي الزمالك في مشاركتهم الافريقيه، اعتقد ان ده بقى يعني بقى حاجه يعني. بص، الزمالك راجع من 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 مباراته الاخيره في انجولا، راجع في كام ساعه. بص، النادي الاهلي مش مباراه، بغض النظر عن مباراه الهلال، لكن مباراه بلاتينيوم برضه مشوار طويل جدا. السفر في حد ذاته في قاره افريقيا صعب جدا، صعب جدا، لانه الخطوط نفسها لو انت مش مسافر مثلا خطوط مصر للطيران، مسافر على خطوط تانية، فهتبص تلاقي المشوار مجهد. احنا كان في كام صوره للنادي المصري خلال الماتش الاخير، كام صوره كده شفناهم لعيبه المصري بتعاني وهي ماشيه لحظه وصولها للمطار، لحظه وصولها للفندق. المشوار صعب جدا 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 جدا، الفرق بتوجه، انت اصلا كده كده بتلعب دوري مضغوط، صح، عندك سفر، وعندك بتشارك كمان في بطولات افريقيه او احتكاك افريقي، فكل ده بيزود نسبه الاجهاد، او بيزود بيضاعف ان ممكن اي لعيب يصاب بالاجهاد. فعشان كده انت عايز تحقق لهم كل سبل الراحه. سبل الراحه اول حاجه اللي هي المواصلات، ان انت طياره خاصه ووسيله نقل برضو داخليه كويسه. ده أمر أكيد مهم ويسهل من صعوبة المواجهة بكل تأكيد مع توجو. الأهم إن شاء الله المباراة الأولى في الجولة الثالثة، مصر تكسب توجو عشان تبقى خطوة للعودة بإذن الله والتأهل. طيب، في موضوع يعني اتكلمت فيه في بداية الحلقة، هو خاص بالكرة الموحدة. موقع البابا سبورت والاتحاد الكرة يؤجل تطبيق الكرة الموحدة الموسم المقبل، رأيك إيه؟ شوف، هو موضوع الكرة الموحدة ده بيحمل شكين. أول حاجة انه الاستاذ عمرو الجنايني اعلن مع او قبل بدايه الموسم انه هيبقى في كره موحده للبطوله. تمام، بالظبط، البطوله طبعا اللي هي المحليه الاساسيه اللي هي بطوله الدوري. تمام. فالجميع انتظر ان يبقى في كره ليها شكل معين، عليها لوجو الدوري او لوجو الاتحاد او 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 او، لكن للاسف ما كانش فيه ده، لم يتواجد، رغم ان كل الدوريات لحد دلوقتي مفيش كلمه. رغم ان كل الدوريات اللي هي الدوريات الكبيره دلوقتي، بعض الدوريات العربيه كمان ليهم كره موحده وكره خاصه بالبطوله والكلام ده كله يعني. انا عندي معلومه مؤكده انه خلال الزياره الاخيره لوفد اتحاد الكره لالمانيا، خلال اجتماعه مع الشركه الراعيه لملابس المنتخبات، هم طرحوا بعض البنود عشان تزيد في العقد. تمام. هم طبعا خدوا نفس الطرح اللي كان موجود قبل كده في الملابس. تمام. اضافوا حاجتين، جزئيتين. الجزئيه الاولانيه ان هم اضافوا ملابس للحكام، ملابس كويس. الحكام ما كانتش بتيجي عن طريق شركه الملابس. تمام. كانت بتيجي من اماكن ثانيه. دي اول اضافه. الاضافه الثانيه انه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، اي منتخب بيلعب
بتيشيرت غير التيشيرت اللي بيبقى عليه لوجو الاتحاد. ممنوع ان انت تلعب بتيشيرت عليه لوجو الاتحاد. بيبقى التيشيرت عليه لوجو البلد بس، الدوله بالظبط، اللي هو يعني علم مصر، علم مصر. فمن هنا هم طلبوا انه طبعا خلاص الشركه كده مكلفه ان هي تعمل تيشيرتات، فهم طلبوا انه يعملوا التيشيرت ده بتصميم جديد. تمام. في الاول كان في شد وجذب، ولكن في الاخر اتوافق على انه هيتعمل تصميم جديد عليه علم مصر عشان يشارك به المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو. الحاجه بقى الثالثه اللي هو فشل فيها الوفد ان هو يدرجها ضمن العقد، يعني الكره الموحده. هم طلبوا ان الشركه تتحمل انتاج او تصنيع كره لبطوله الدوري المصري، ولكن الشركه رفضت، ما رضيتش. وبعدين بدا برضو يعني في شد وجذب، طب ناجل الموضوع الى وقت اخر ويبقى في برضو ايه طرح جديد مع بدايه الموسم الجديد. ده المفروض مثلا يعني انا يعني الشركه دي مش عايز تعمل لك الكوره الموحده للدوري، طب شوف شركه ثانيه. ما هو المفروض هو كان مع بدايه قبل بدايه الموسم لما استاذ عمرو الجنايني اعلن حاجه زي كده، في ناس، في شركات كتير جدا، وفي شركه انا اعرفها دلوقتي موجوده وبتلف على الانديه وبتعمل لهم كور. تمام. فانت ليه ممكن يكون مثلا اتحاد الكوره عايز شركه عالميه، وما فيش شركه واحده عالميه، في اكتر من شركه عالميه، شركات عالميه، شركه عالميه. وبعدين انت لو رحت شركه منافسه فالشركه اللي انت متعاقد معاها هتبدا تغير، فيقول لك لا طب انا اعمل كذا، طب انت تشيل كذا وانا اشيل كذا، يعني في بس هو المشكله ان اتحاد الكره اتاخر. طب وعد ليه قبل الموسم؟ وعد ليه؟ عشان الضغط الاعلامي، لانه الضغوط الاعلاميه. طب منطقي؟ لا طبعا مش منطقي. الضغوط الاعلاميه في الوقت ده كانت بتطالب بانه عايزين يبقى الدوري بتاعنا ليه شكل معين، عايزين الدوري بتاعنا يبقى الستايل بتاعه مفيش تاجيلات، عايزين جدول الدوري يعلن مع بدايه الموسم، عايزين الجدول الدوري ما يبقاش بقرعه موجهه، عايزين كره موحده، عايزين عايزين عايزين. كل ده حاجات كتير وقعت منه. في حاجات كتير وقعت كتير جدا. فانا مش مطالب، وده برضو دي برضو نصيحه كده للساده المسؤولين في اتحاد الكره، يعني ما تاخدش النقد الاعلامي او الطلبات اللي بتيجي اللي بينقلها الاعلام من الانديه لاتحاد الكوره على ان ده خلاص اوامر علم وينفذ. لا، ادرس الكلام ده وقول انا كان المفروض، يعني هقول لحضرتك على حاجه، كان هيبقى افضل الاستاذ عمرو الجنايني او الكابتن محمد فضل او 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 ان هم يقولوا احنا هنطبق موضوع الكره الموحده مع بدايه الموسم الجديد 2020 2021. صح طبعا، يبقى دارسين الموقف ويعلنوا. افضل من انه يقول مع بدايه الموسم اللي جاي هيكون في كره موحده للدوري مثلا. لا، انا ادرس واعرف ايه اللي وايه المفروض مطلوب مني انا عشان اوفر ده، وبعد كده اتكلم. مش اتكلم بمنطق علم وينفذ بس. تمام. الفار في جديد فيه؟ الفار احنا ماشيين فيه بشكل كويس دلوقتي في التدريبات، خلصنا مرحله التدريبات النظريه وبدانا مرحله الاختبارات العمليه. الاختبارات العمليه بدات من 3 ايام، اول يوم كان الاختبار على ملعب السلام، كويس. تاني يوم امبارح كان على استاد القاهره، وهكذا هتفضل ماشي بتختبر كل الملاعب اللي هيتلعب عليها مباريات الدوري. كل الملاعب بما يعني اي حاجه، اي ملعب ممكن تتخيله، يعني استاد المقاولين، استاد الكليه الحربيه، استاد الجيش، اسوان، كل الملاعب هيتم اختبارها. وفي ملاعب هيتم اختبارها والدوري شغال والبطوله شغاله. تمام. لان هم يعني بيعملوا حاجه كده ممكن مباراه وديه يختبروا فيها الحكام وهكذا يعني. المفروض انه الاختبارات العمليه دي هتنتهي في خلال 5 ايام. كويس. بعد الخمس ايام دول هيبداوا خلاص يعلنوا اسماء الحكام اللي نجحت. اللي نجحت. ولحد دلوقتي ممكن يكون كام واحد نجح؟ كل يوم بي 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 بيتم اختبار طقمين حكام. يعني مؤشرات ايجابيه ولا لا؟ المؤشرات يعني حتى الان ماشيه بشكل كويس. طب لازم ال 54 حكم كلهم ينجحوا عشان الفار يطبق عشان ياخدوا الرخصه ولا مش لازم؟ مش لازم. يعني ممكن كام مثلا؟ بس انت المشكله عندك، ما هو انت مش عايز بقى ترجع تاجل ماتشات بسبب الفار. يعني انت ممكن يبقى عندك طقمين بس اللي نجحوا مثلا. فتبص تلاقي ان انت عايز تلعب ماتشين بس في اليوم. انت النهارده مثلا بتلعب 4 ماتشات في اليوم مثلا، فتبص تلاقي ان انت مجبر ان انت تلعب ماتشين. تعدل بقى، تخلي بالكتير 3 ماتشات في اليوم مثلا، مواعيد مختلفه.
لا مش يعني احنا بنقول لو طقمين بس اللي نجحوا مش هتقدر تلعب اكتر من ماتشين، وبعدين الطقمين دول هتلاقيهم شغالين كل يوم فعشان كده مطالب ان انت 54 حكم هم ينجحوا. انت عندك كمان في حكمين اصلا معاهم الرخصه بتاعه الفار، جهاد جريشه وابو الرجال. فالموضوع انا شايف ان الموضوع رايح في سكه ان هو خلاص قربنا حسب كلامهم مع بدايه الدور الثاني، بس صعب ولا ممكن برضو حسب كلامي مع بعض المسؤولين ممكن قربنا. يعني نتمنى كل التوفيق في تطبيق تقنية الفار وتطبيق كل الوعود اللي قالها مسؤولي اللجنة الخماسية قبل انطلاق الموسم. أستاذ وليد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا عمي. أستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، وبكرة حلقة جديدة مهمة جدا بإذن الله، استنونا. إلى اللقاء.